اسمك حلو وشكلك كمان طبعا. انت عرفت اسمي منين؟ الشاويش ميرفت قالت اسمك وانت داخله العمر. ابله يسري عايزاكي. مين ابله يسري؟ اللي هناك دي. يلا غوري من وشي. ابله يسري كبرت العمر من كبار السجن، ست طيبة ورايقة، بس تحب اللي يقدرها ويديها قيمتها. ويا سلام بقى لو حبيتك تديكي عينيها. حاولي على قد ما تقدري تكسبيها عشان تسهل على روحك دنيتك كده. مش عايزة اتكلم مع حد. لا 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 طبعا، اسمعي كلامي وروحي لها. انا اسمي هاجر. تعالي. اقعدي يا حبيبتي. شايفة كل النسوان دول؟ أول مرة توصل فيها العنبر ده قعدت قعدتك دي. ومش دول بس، اللي قبلهم كمان. حكم أنا بقالي هنا 15 سنة ولسه قاعدة مش ماشية. ورد عليا نسوان ياما، مفيش واحدة فيهم تقدر تنسى أبلة يسري. أنا جيت لك عشان مش عايزة مشاكل. كفاية المشاكل اللي أنا فيها. يخيبك يا دي البنية. هو أنت كنت خايفة نعمل لك استقبال زي بتوع السيما؟ ها؟ اسمك غزل إيه يا غزال؟ غزل المصري. عاشت الأسامي يا حلوة. بصي بقى، أنا عايزة أقول لك كلمتين تحطيهم حلقة في ودنك. سندك في السجن ده بعد ربنا زنزانتك وزميلاتك اللي قاعدين فيها معاكي. مش عايزاكي تداري نفسك ولا تستخبي. إحنا فيسبوكك وإنستجرامك. أيوة اضحكي، مش مستاهلة. عايزاكي كمان تتعودي على الوضع الجديد، تستمتعي بالحلو القليل اللي فيه والمشاكل ارميها ورا ظهرك. وايه الحلو في حبسه زي دي وانا مظلومه؟ مظلومه مش مظلومه، انت قاعده معانا ومفيش في ايدك حاجه. والمثل عندنا بيقول المسجون غلب المجنون، ولو حبسوا المسجون في بلاعه يطلع بسجاره وولاعه. اطلعي بسجاره بقى وانا عليا الولاعه. يا ستي بنهزر معاكي، مشي حالك عشان تزق ايامك. احساس بالظلم ده اوحش احساس في الدنيا. انا لو هنا عشان بكفر على حاجه انا عملتها كانت تهون، بس انا مظلومه. يا ستي عارفين ان الظلم مر، بس في الاول وفي الاخر ده مشوار حياتك. هتمشيه هتمشيه من اوله لما لحد اخره. ودي محطة الصبر. اصبري وزقي يومك. نسوان العنبر اجمعوا عندي هنا عشان نعرفكوا على غزل. في ايه؟ يعني جيت العمارة وما جيتش تطل على ولادك؟ انت مش واخد بالك انت بقالك قد ايه ما شفتهمش؟ وانت بقى جاي تحاسبيني ولا ايه؟
لا حاسبك ولا تحاسبني يا سيف. اللي بيني وبينك عيالك، وانا ما احبش ان عيالي يحسوا ان ابوهم مش مهتم بيهم. عشان مستغربة ان انت تعرف بالظروف اللي انا فيها دي ومتسألش عنه. هو ايه اللي حصل لكل ده؟ اولا انا معرفتش اللي حصل لغزل غير من شوية. ثانيا انت ناسي الفويس نوت اللي انت بعتها لي من شهر؟ وانت بتتعامل معاها ازاي؟ روح يا نادر فيروح نادر، تعالى يا نادر فيجي نادر. هو انا ايه في نظرك يا هند؟ انت كنت من الناس اللي انا فاكرة ان هم قريبين في حياتي، بس فجأة لقيتك بتتغير وبتبعد بدون اي سبب. فالفويس نوت دي كانت رد فعل لكل اللي بيحصل. لا والله مصدقه نفسك، انت مقتنعه باللي انت بتقوليه مش كده؟ لا فوق نفسك شويه بقى واسمعيني. انا بقالي سنتين استحمل جناني كمودك اللي رايح جاي وبقول تمام. النهارده معايا بشخصيه وبكره بشخصيه تانية، وماله؟ الصبح اكلمك تبقي حباني، بالليل ما ترديش عليا ومعرفش السبب، ولما اكلمك ما ينفعش بقى الومك ولا عاتبك ولا اسالك انت كنت فين. اصلي هبقى سخيف ونكدي وبايخ. أنا مشاعري ليك يا هند كانت كلها حب وإخلاص ملوش حدود، حتى طموحي 70% منه كان نفسي أبقى حاجة كبيرة عشان أبقى لايق بيكي. بس لما ظهر لك بقى واحد زي زياد فكري، قلت له معلش أصل ابن خالتي، أنا ابن خالتك. رسالتك ليا كانت واضحة أوي وصريحة. امشي يا نادر، امشي عشان جالي واحد ينفعني اكتر منك. انت انسانه انانيه قوي يا هند، قوي.